تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وفي إطار الحديث عن المباراة الهامة جدا ما بين الأهلي وأتلتيكو مدريد، وهي أهمية هذه المباراة تتمثل في الدور الوطني اللي بيقوم به النادي الأهلي، فبالتالي ما كانش ينفع إن احنا نتكلم عن هذه المباراة من غير ما يكون معانا قائد الرياضة المصرية معالي الوزير المهندس خالد عبد العزيز. برحب بحضرتك كمان. أهلا بك يا أمير، وأهلا بقناة النادي الأهلي. منور الشاشة عندنا. أشكرك، ربنا يخليك. طبعا مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد مباراة ليها أهداف وجوانب عديدة جدا، هدف من خلالها النادي الأهلي. شايف مدى أهمية هذه المباراة، خصوصا أنها تحمل شعار أو عنوان مهم جدا، وهو السلام ضد الإرهاب؟ والله طبعا مباراة كبيرة زي دي بين ناديين كبار زي النادي الأهلي ونادي أتلتيكو مدريد، شعبية كبيرة في مصر وشعبية كبيرة في أسبانيا، مباراة مهمة جدا، لأن كمان الشباب اللي هيجي يشاهد هذه المباراة عشان يستمتع بنجوم كرة القدم أكيد هيبقى الرسالة دي واصلة له، وهيقدر من خلاله يصدر الرسالة دي لكل العالم، إن إحنا رغم الظروف الصعبة اللي بتعدي بيها مصر من الناحية الأمنية، لكن إحنا مصرين على إن إحنا يكون السلام هو العنوان بتاعنا، يكون السلام هي الرسالة اللي طالعة من عندنا من جميع القطاعات، قناعات البناء، التشييد، العمران، الرياضة، الفن. فأنا شايف إنها رسالة جيدة جدا من القطاع الرياضي في مصر كله إلى العالم كله من خلال فرقة كبيرة العالم كله بيتابعها زي أتلتيكو مدريد، وفرقة كبيرة زي النادي الأهلي أشهر نادي في المنطقة العربية. فأنا شايف إنها رسالة مهمة جدا للشباب العربي والعالمي والمصري. كيف ترى الدور الوطني للنادي الأهلي بالتحديد من خلال هذه المباراة؟ احنا عارفين النادي الأهلي عنده أدوار وطنية على مدار التاريخ طبعا من سنة ما أنشئ 1907. كيف ترى الدور الوطني بالنسبه للنادي الاهلي في المرحله دي بالتحديد وفي هذا التوقيت بالتحديد؟ الحقيقه الاول انا بحب اهني مجلس اداره النادي الاهلي الجديد على الثقه الجمعيه العموميه، وباكد ان احنا على تعاون مستمر مع مجلس اداره النادي الاهلي، لان انا عارف الدور اللي النادي الاهلي ناوي يعمله في الفتره القادمه. النادي الاهلي نادي على المستوى الوطني، نادي معروف بوطنيته على مدار من 1907، لكن انا شايف كمان ان الاداره الجديده في النادي الاهلي بتحاول بشكل كبير انها يكون لها ادوار مختلفه على في القطاع الاقتصادي، في القطاع الاجتماعي، في القطاع الرياضي. فانا عارف ان النادي الاهلي بيفكر يعمل استاد كبير علشان يبقى يستضيف مع مباراتنا الاهلي مباريات دوليه، عارف ان النادي الاهلي عايز يتوسع في الاكاديميات اللي موجوده بحيث ان هو يقدر ينشر الرياضه بشكل كبير، عارف ان النادي الاهلي عايز يشارك في الخدمه الاجتماعيه او الخدمه المجتمعيه من خلال دعمه لبعض الانشطه الاجتماعيه وبعض الاماكن اللي تحتاج الى الدعم. انا شايف ان النادي الاهلي الحقيقه ممكن من خلاله يتم تقديم دعم كبير لقطاعات المجتمع المختلفه، الشعبيه الكبيره اللي موجود فيها النادي الاهلي تستطيع انها تسهل اماكن كثيره، تفتح ابواب كثيره، تشرك عدد كبير جدا من المؤسسات الاقتصاديه والاجتماعيه والافراد ورجال الاعمال في المشاركه بشكل عام كبير. فالنادي الاهلي عليه دور كبير قوي في الفتره القادمه ان شاء الله. تمام. شايف ان المباراه دي يا باشمهندس مباراه اكيد مهمه الاهلي واتلتيكو مدريد، هي بدايه الدور المجتمعي، خصوصا ان احنا بصراحه كده ما عندناش الثقافه اللي موجوده في الرياضه ان احنا نقوم بالدور المجتمعي زي مثلا اوروبا، في مباريات بتتعمل مباريات خيريه كتيره لابراز الدور المجتمعي. في مصر هنا شايف ان دي بدايه لابراز هذا الدور وضروري تواجد الرياضه بجوار الجوانب الاجتماعيه الهامه جدا؟ بص والله مصر على مدار سنوات طويله جدا كان في الحقيقه فرق رياضيه كتيره منها الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري، كانوا بيقوموا ادوار كبيره جدا في المدار على خلال السنوات السابقه. ويمكن انتم ما تفتكروش الحاجات دي، لكن احنا نفتكر ايام زمان لما كانوا بيعملوا مباريات لصالح المجهود الحربي، لما كانوا بيتبرعوا بالمبالغ ديت لصالح القوات المسلحه، لما كانت بتقام المباريات لخدمه قطاعات معينه من الشعب. يعني ده كان على مدار سنوات طويلة، يمكن توقفت نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة اللي مرت بها الأندية والاتحادات خلال الفترات السابقة نتيجة ازدياد التكاليف اللي على الأندية دلوقتي، عقود لاعبين عالية جدا، تكاليف الرياضة بقت عالية جدا. كان زمان الموضوع ما فيهوش الاحتراف العالي قوي كده، فكانت ممكن الأندية تقدم الخدمة المجتمعية. لكن أنا شايف الحمد لله دلوقتي في ظل العقود الرعاية الطيبة اللي أصبحت الأندية دي بتستطيع أن تجلب بها أموال، بقى ممكن يكون عندها عائد من الرعاية ديت، وممكن يكون عندها فائض في الأموال تستطيع أن تساهم به في الخدمة المجتمعية، لأن دي بتبقى رسالة مهمة جدا. احنا ندعم مستشفيات الأطفال، نقدر ندعم الملاعب أصغر شوية، نقدر ندعم أندية أصغر شوية، بعض المدارس، بعض المصانع. فأنا شايف إن شاء الله إنه النادي الأهلي
يكون قائد المرحلة دي في أنه يعمل هذه الخدمة المجتمعية ويتبعه إن شاء الله جميع الأندية المصرية بإذن الله. خصوصا يا باشمهندس أن الرياضة ما أصبحتش حاجة خاصة بالترفيه بس أو إسعاد، هي طبعا بتسعد كل جمهور المصري بشكل عام. شفنا السنة دي طبعا عام مليء بالإنجازات، ومنه كان أهم أو أهم متأهل منتخب مصر لنهايات كأس العالم، فبالتالي أكيد الرياضة لها دور مجتمعي مهم جدا وبتأدي لفرحة أو سعادة معظم الفئات الموجودة في مصر. أنا الحقيقة عايز أتكلم من خلال أن الأندية الكبيرة زي النادي الأهلي ونادي الزمالك، الأندية دي الحقيقة نتيجة النهاردة أنها تستطيع بشعبيتها أنها تحقق عائد مادي طيب، بتستطيع أنها تعمل بنية أساسية رياضية كبيرة، يمكن الدولة ما تقدرش لوحدها تعمل الكلام ده. فممكن النادي الأهلي يعمل فروع جديدة، وممكن في الفروع دي يعمل ملاعب جديدة، حمامات سباحة جديدة، صالات مغطاة جديدة، فدي مشاركة مجتمعية من شكل آخر، لأن في هذه الأماكن اللي هينشئها النادي الأهلي أو هينشئها نادي الزمالك أو الفروع الجديدة اللي هيعملوها، أعداد كبيرة جدا من الشباب، أعداد كبيرة جدا من الأسر بتمارس حياة رياضية وحياة اجتماعية وحاجات ثقافية كبيرة. فده دور مجتمعي مهم جدا للأندية زي الأهلي والزمالك وبعض الأندية الأخرى، إنها عن طريق الفائض في الأموال اللي موجود عندها أو إنها بشهرتها أو بسمعتها الكبيرة تقدر تستقبل أعضاء جداد بمبالغ طيبة، فتقدر في الآلي تعمل مجتمعات مختلفة تساعد البنية الأساسية في الدولة. ده دور مجتمعي كبير جدا. ده بالإضافة بقى إلى إن هي تقدر تشارك في بعض الحاجات، النماذج الناجحة اللي موجودة في المجتمع تقدر تدعمها ماديا بشكل أو بآخر، فيبقى هي على المدار الخاص بيها من داخلها بتعمل منشآت ليها، وعلى الأصعدة الأخرى سواء الأصعدة الصحية الاجتماعية المدارس الجامعات تقدر تساعد بشكل آخر، ودي تبقى المشاركة المجتمعية الأندية الكبيرة. الهدف الأساسي من بالنسبة للنادي الأهلي من خلال هذه المباراة هو جمع أكبر عائد مادي لأهالي شهداء وضحايا مصر بشكل عام طبعا، وايضا مشاركه العرب في هذه المباراه بضروره طبعا تواجد عدد كبير من اللاعبين العرب للنادي الاهلي لانجاح هذا الحفل او هذا او هذه المباراه المهمه جدا ما بين الاهلي واتلتيكو مدريد. طبعا احنا يعني بنشكر نتقدم بالشكر طبعا الحقيقه للمملكه العربيه السعوديه والهيئه الرياضه في المملكه العربيه السعوديه بقياده الشيخ تركي، وعايز اقول انه كمان مش بس هو الدعم للمباراه لكن كمان انه يشارك معانا نجوم من نجوم الرياضه ونجوم كره القدم في الدول العربيه، دي لتوسيع الرساله وصول الرساله لاكبر عدد من الدول العربيه والدول العالميه، وبالتالي هي المشاركه ما بقتش محصوره بس على ان النادي الاهلي بيلاعب فريق اسباني، لا ده كمان في نجوم من الكره العربيه مشاركين، وده هيخلي فيه اهتمام بقاعده اكبر من الجماهير لان النجوم ديت ليهم محبينهم في كل الدول. فانا اعتقد ان النادي الاهلي باختياره للفريق اللي هيلاعبه ومجموعه اللاعبين اللي هيشاركوا مع النادي الاهلي وتوقيت المباراه انها في وقت يكون فيه اجازات وكده، انا اعتقد انها هتبقى مباراه تسمع في العالم كله، وفي نفس الوقت الرساله اللي طالعه منها لانها رساله سلام وتخصيص العائد منها لأسر الشهداء والمصابين، فأنا أعتقد أنها سواء على المستوى الرياضي أو الاجتماعي هي حاجة مهمة جدا، نتمنى كمان أنها تتكرر في مناسبات أخرى. الآليات المفروض من خلالها إن شاء الله نشتغل خلال الفترة المقبلة لتدعيم هذا الدور واللي كان بدايته مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد إن شاء الله خلال أيام قليلة، الشغل المطلوب سواء من الأندية من الاتحادات خلال الفترة الجاية لتدعيم هذا الدور الهام جدا وهو دور وطني بحت. شوف هو زمان كان طبعا بيبقى عندنا وده موجود كان للأهلي والزمالك وبعض الفرق الأخرى إنها بتلعب بعض المباريات الودية القوية مع فرق كبيرة ونجوم العالم بتيجي وتبقى يعني الاحتفالات دي احتفالات زي العيد موجود. أنا كل اللي بقوله إن احنا يا ريت إن احنا يبقى عندنا الأجندة موجودة بتاعة سنة 2018 يتم الترتيب مع الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية الشعبية الكبيرة ويكون محطوط على أجندة كل نادي إن هو على الأقل يعملوا لقاءين ثلاثة خلال السنة، واحد في فصل الصيف، واحد في الشتاء، واحد في وقت توقف الدوري، واحد في الاستعداد لبطولة جديدة، وإن يخصص دخل هذه المباريات لمثل هذه الأنشطة الاجتماعية أو الأنشطة الاقتصادية أو دعم بعض المؤسسات الأخرى. أنا بتهيألي الشعبية الكبيرة اللي بقت فيها هذه الأندية والعائد المتوقع من مثل هذه اللقاءات أنا أعتقد إنه هيبقى رسالة مهمة جدا مش بس للرياضة لكن كمان ممكن جهات أخرى تحذو حذوهم، يعني ممكن شركات كبيرة، ممكن بعض المؤسسات الاقتصادية الكبيرة
تشارك بشكل أكتر أو تفعل دورها أكتر في المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كيف ترى حضور حوالي 60,000 متفرج لهذه المباراة؟ وده يمكن شيء جيد جدا وهيجرنا للحديث على عودة الجماهير للمدرجات في مختلف المباريات بشكل عام، بالتحديد في بطولة الدوري المصري. شفنا نماذج قبل كده حصلت في بطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء مباريات الأهلي أو الزمالك حضر أعداد جيدة من جماهير النادي الأهلي وكان في التزام واضح. هل ده هيبقى بداية لعودة الجمهور للمدرجات إن شاء الله خلال الفترة المقبلة؟ لازم بس نفرق بين حاجتين. الحقيقة احنا على مدار السنة 2017 بالكامل و2016 وما قبلها كنا بنلعب مباريات الدولية للمنتخب بتاعنا بأعداد كبيرة من الجماهير، وصلت أحيانا ل 60,000 و 70,000 في مباريات تصفيات كأس العالم. يمكن كمان النادي الأهلي ونادي الزمالك لما شاركوا في البطولات الأفريقية وصلت المباريات إن فيها 50 و 60 ووصلت أحيانا ل 70,000 متفرج. فأنا شايف إن عودة الجماهير في المباريات الودية الدولية والأفريقية الرسمية أنا شايف إنها يعني منتظمة بشكل جيد. هو السؤال بيبقى على عودة الجماهير في المسابقة المحلية. طيب. احنا بعتنا مقترح للاتحاد كرة القدم ببعض الاستادات وبعض المباريات اللي نستطيع فيها ان معانا موافقة امنية انها ممكن ان تقام بجماهير. سلمنا المقترح ده بالكامل لاتحاد الكرة من حوالي شهر، وقلنا لاتحاد الكرة ان اي مباراة من هذه المباريات اللي احنا محددينها في هذه الاستادات اللي احنا محددينها بهذه الساعات اللي احنا محددينها بناء على موافقة الامن مستعدين ان احنا نستقبل فيها جماهير كمرحلة يعني تدريجية إلى أن نصل إلى الجماهير الكاملة إن شاء الله في الأعوام القادمة. لكن ده الأمر في الآخر القرار بيرجع لاتحاد الكورة لأن في لجنة مسابقات بتدير المسابقة بشكل أو آخر. أما بس عن مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد، طبعا رغم أن المباراة مثلا جاية في وقت ممكن يكون في بعض الامتحانات لبعض الطلبة الجامعات، ممكن يكون الجو برد شوية في برج العرب في اسكندرية في ذلك الوقت، لكن أنا متأكد أن الجماهير المصرية هتكون حريصة جدا على مؤازرة النادي الأهلي، على مشاهدة النجوم الكرة العالمية والعربية، على كمان أنها دعم الفكرة أساسا في أنها كل الدخل بتاع هذه المباراة موجه لأسر الشهداء والمصابين. فأنا أعتقد إن شاء الله أن المباراة دي لها طابع خاص، واعتقد ان شاء الله ان احنا هنشوف استاد برج العرب ممتلئا اخيره باذن الله. راي حضرتك في دور مجلس الاداره الجديد برئاسه الكابتن محمود الخطيب في التركيز على الجانب الوطني فور توليه المسؤوليه من خلال هذه المباراه اللي هيكون زي ما احنا اتفقنا خلاص العائد كله هيكون لاهالي وضحايا شهداء مصر بشكل عام، وايضا دعوه اهالي شهداء مسجد الروضه لحضور هذه المباراه. طبيعي لما يكون على رأس النادي الأهلي النهاردة على رأس مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب، هو يعني كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي في فترات السبعينات والثمانينات، وكان ليه باع كبير مع المنتخب الوطني، فأكيد هو عاش الفترة اللي كان فيها ملحمة وطنية بشكل كبير في السبعينات وفي أوائل الثمانينات، وشاف قد إيه كان في دعم من خلال كرة القدم للقوات المسلحة وللحالة العامة في مصر في ذلك الوقت. فأنا أعتقد أن بعودة كابتن محمود الخطيب هيكون هذا الجانب للدعم من خلال النادي الأهلي وشعبية النادي الأهلي لكل العمل سواء العمل الاجتماعي أو العمل الوطني، أنا أعتقد أن النادي الأهلي هيبقى ليه دور كبير جدا. وأنا أعتقد كمان أن أندية أخرى هتحذو حذو النادي الأهلي وتعود مرة أخرى مشاركة هذه الأندية في الدعم الحياة المصرية بشكل عام. أخيرا مش هينفع حضرتك تكون معايا وما استغلش الفرصة وأسألك على عام 2017 وإحنا على مشارف النهاية والعديد من الإنجازات اللي حصلت خلال هذا العام، ويمكن سواء على من خلال الألعاب الفردية أو الألعاب الجماعية، ويمكن اكيد ابرزها هو وصول منتخب مصر نهائي بطوله الامم الافريقيه، والشيء الابرز ايضا هو وصول منتخب مصر اخيرا لكاس العالم، واكيد كان شيء مهم جدا بالنسبه لنا. عايز اقول لحضرتك انا عن نفسي كان عندي 6 شهور لما منتخب مصر لعب كاس عام 90 فما شفتش، فاكيد كلنا كنا فرحانين بهذا الانجاز وكنا كمان مستنيين الحدث هو قرعه كاس العالم. يعني كان بالنسبه لنا كشباب احنا ان احنا نتفرج على قرعه كاس العالم. انجازات عديده حصلت في هذا العام يا باشمهندس، تعليق حضرتك. والله من فضل الله طبعا لابد ان احنا في الاول نوجه التحيه والشكر والتقدير للاتحاد المصري لكره القدم، للجهاز الفني والاداري والطبي لادار المنتخب، لمجموعه اللاعبين اللي شاركت حوالي 49 لعيب شارك في المباريات كلها سواء المباريات التمهيديه او من خلال المجموعه اللي كان معانا فيها غانا واوغندا والكونغو. لكن عايز اقول لك انها كانت حمل تقيل لانه كان حلم كبير لجماهير الكره المصريه، وما كانتش الناس عندها استعداد ابدا انها ما تتاهلش المره دي، خصوصا بعد ما فزنا في اول مباراتين واحده خارج ملعبنا واحد في ملعبنا على غانا، فبقى عندنا 6 نقط من اول مباراتين. فالناس عاشت حوالي 9 شهور او 10 شهور في انتظار مباراه اوغندا، وال10 شهور دي عندها هذا الحلم.
كمان خلال العشر شهور دي منتخبنا تأهل لكأس الأمم الإفريقية المباراة النهائية، ويمكن كمان كان متقدم على الكاميرون 1-0 في المباراة النهائية. صحيح خدنا المركز الثاني لكن كنا قريبين جدا من الفوز، فأنا أعتقد أنها ده كان الحلم اللي كان الناس منتظرينه، وأعتقد أن الشعب المصري حس بالإنجاز الرياضي الكبير أنه وصل لكأس العالم بعد 28 سنة، لما كمان شاف أن احنا في القرعة وسط دول العالم المتقدمة كرويا، أن مصر كمان في المستوى الثالث مش في المستوى الرابع، أن احنا كمان بعد ما القرعة طلعت مجموعتنا متناسبة جدا، ممكن جدا نحقق فيها إن شاء الله مباريات ونجيب نقط كويسة ونجيب أهداف ونعمل نتيجة كويسة، وممكن نصعد كمان إن شاء الله لدور الستاشر. فأنا شايف إن دي عاملة حالة تفاؤل في الوسط الرياضي المصري، بالإضافة بقى لإنجازات مهمة جدا زي فريدة عثمان السباحة اللي عملت نتيجة كويسة في السباحة، زي رفع الأثقال سارة سمير ومحمد إيهاب وشيماء في رفع الأثقال في أمريكا، زي المنتخب الاسكواش الحقيقه اللي مسيطر على الرجال والسيدات بقى، سواء محمد ومروان الشرباجي، رامي عاشور، علي فرج، كريم عبد الجواد، او نور الشربيني ورنيم الوليلي ونوران جوهر، فالحقيقه عاملين ونور الطيب، فعاملين الحقيقه حاله جيده جدا. كمان المنتخب البارالمبي بتاعنا لما سافر المكسيك عمل نتائج متميزه، فالحقيقه انا سعيد لاني ببقى ماشي في الشارع النهارده بعض الناس بتتكلم مش بس على كره القدم، بتتكلم عن ابطالنا الرياضيين في العاب مختلفه. كمان كان موضوع قانون الرياضه وانتهاء الانتخابات، الانتخابات كانت صعبه، كان اهم شيء فتره عصيبه جدا وكانت فتره صعبه جدا، لكن كنا مصممين نواجه هذا الامر، والحمد لله انتهت كلها، فاضل توابع بسيطه جدا هنحلها ان شاء الله، وتبقى سنه 2017 يعني سنه من السنوات اللي شهدت فيها الرياضه المصريه تفوق كبير الحمد لله. انجازات بس مش كانت على المستوى الرياضي، لا ايضا على المستوى الانشائي من خلال حضراتكم، شفنا يمكن حوالي اكتر من 3000 مركز شباب تم انشاؤه وتطويره، وده كان اكيد شيء مهم جدا، يمكن ابرزه مركز شباب الجزيره اللي بقى شكل اكثر من رائع يعني. والله الحمد لله، هي دي يعني ال 3000 ملعب عشان نكون برضو يعني منطقيين مع الساده المشاهدين، دي تمت خلال 2015 و16 وكملت في 2017، لكن احنا الحقيقه كان عندنا في 2017 انجازات طيبه جدا، اتاخرت بعض الاشهر نتيجه ارتفاع سعر الصرف، لكن احنا عندنا والاول مره مثلا بنعمل فرع جديد لنادي الاتحاد السكندري في اسكندريه بعد نادي عريق ونادي كبير حوالي 104 سنه، بنعمل فرع جديد لنادي الاسماعيلي خلاص الافتتاح بتاعه بعد النادي الاسماعيلي من 1924، بنعمل فرع جديد في مدينه رياضيه كبيره في بورسعيد، الصاله المغطاه في العريش خلصت، بنعمل فرع جديد لمركز شباب الجزيره في منطقه 6 اكتوبر، استاد المنيا بنستكمله ان شاء الله عشان يبقى عندنا استاد في المنيا واستاد في بني سويف واستاد في اسوان، كلهم استادات دوليه عالميه نقدر نقيم عليهم مباريات دوليه. فالحقيقه في انشاءات كتير يمكن تاخرت بعض الاشهر نتيجه الارتفاع السعر، لكن احنا مصممين ان شاء الله في النص الاولاني من عام 2018 نكون انهينا كل هذه المشروعات ان شاء الله. قانون الرياضه الجديد حقق اهدافه بنسبه كام في المية من وجهه نظر حضرتك؟ حقق اهدافه، هدفه الاساسي اتحقق بنسبه 100%، لان هو كان هدفه الاساسي انك تعمل قانون الجمعيات الخاصه بتاعت كل هيئه تعمل اللائحه بتاعتها، ثم تجري الانتخابات على اللائحه بتاعتها. تمام. فدي جميع الانديه عملت اللوائح بتاعتها، سواء خدت لائحه استرشاديه او عملت لائحه بتاعتها، وعملت على اساسها الانتخابات، وكل الانتخابات تمت. تمام. وموجود كمان في ضمن القانون وضمن اللوائح ان اي نادي عايز يعدل اللائحه بتاعته في اي وقت يقدر اللائحه يعدلها، فبالتالي احنا بالنسبه لنا دي تمت بنسبه 100% اللي هو الهدف من قانون الرياضه. لكن ربما تبقى بعض المشاكل في تطبيق القانون، تبقى بعض المشاكل في تطبيق اللوائح، وده كنا متوقعينه، وان شاء الله هنعمل على تعديله خلال الفترة القادمة، بحيث ان احنا ان شاء الله نسيب مكاننا ونكون سايبين للناس اللي جاية بعدينا الموضوع مستقر جدا، الامور كلها واضحة بشكل كبير، يبقى كل اللي جاي بيركز جدا في ان هو ازاي يبني، ازاي يطور، ازاي يحدث الامور اللي موجودة، فان شاء الله. لكن انا شايف ان احنا ما كناش نتخيل ابدا لو رجعت انا بذاكرتي كده لشهر يناير وفبراير 2017 واقول ان انت كنت متخيل ان القانون يخلص واللوائح تخلص والانتخابات تتم وكل ده ومصر توصل لكاس العالم، كل القصه دي تتم في فتره صغيره، كنت هقول لك يعني ان ده حلم، والحمد لله ربنا اكرمنا بتحقيقه يعني. اخيرا عايز من حضرتك رساله لكل المصريين واحنا مقبلين على عام 2018، نتمنى فيه المزيد والمزيد من الانجازات سواء على المستوى الرياضي على المستوى الانشائي من كل الجوانب ان شاء الله، نتمنى كمان لمنتخب مصر ان هو يقدر يؤدي اداء جيد في كاس العالم، يتاهل للدور المقبل على اقل تقدير ان شاء الله. أنا عايز أقول للمصريين بصراحة يعني أنا بهنيهم بالعام الجديد، تمنياتي إن عام 2018 يبقى عام سعيد جدا على كل المصريين إن شاء الله. عايز أقول إن إحنا قابلنا في خلال الأربع سنوات السابقة بعض المصاعب، لكن القيادة السياسية والحكومة المصرية كانت مصممة على إنها تواجه هذه المصاعب، تكون شجاعة جدا في هذا الأمر، تواجه الشعب بالحقائق كلها، تأخذ القرارات الصعبة اللي في يمكن على مدار عقود طويلة جدا ما كانش حد قادر ياخد هذه القرارات. لكن أنا كمان بشكر الشعب المصري، لأن الشعب المصري كان
حاسس بصدق التوجه فعلا اخلاص القياده السياسيه والحكومه في انها فعلا عايزه تخدم هذا الشعب، عايزه تعمل حاجه لمصلحته، مش بتعمل حاجه لمجرد الناس تبقى مبسوطه منها بس، لا يمكن بتخاطر بشعبيتها شويه بس مقابل ان ده على المدى البعيد ان شاء الله هيكون افضل للشعب المصري والاجيال القادمه. بشكرهم على انهم تحملوا كل هذه الظروف الصعبه، وبقول لهم من 2018 باذن الله هتكون افضل كتير جدا من 2017 و2016 و2015، وان شاء الله نحقق فيها انجازات رياضيه كبيره، لان انا الحمد لله شعرت ان الناس بتبقى مهتمه بالانجازات الرياضيه بالزبط. ولما بيحصل اي انجاز رياضي بيهون على الناس كتير جدا أكيد. من بعض المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه أكيد. وبشكركم جدا في قناه الاهلي، وبتمنى التوفيق للنادي الاهلي وكل العاملين في قناه النادي. بشكر حضرتك يا فندم، واتمنى لك التوفيق دايما ان شاء الله. شكرا يا فندم، وشكرا لكل الاخوه الزملاء المشاركين في البرنامج. شكرا.